لم تمنعها الإعاقة من ممارسة شغفها في فن الرسم. إنها الفنانة والرسامة الشابة اليمنية آسيا الذبحاني التي أبدعت في رسم لوحات تعبر عن مكنوناتها ورؤيتها وعشقها للفن والطبيعة. الفنانة آسيا الذبحاني ذات 26 عاماً بدأت في الرسم منذ الرابعة من عمرها وعملت على تنمية مهاراتها حيث تلقت التعليم على أيدي فنانين محترفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. درست للثانوية وبعدين تعلمت الرسم عن بعد مع الأستاذ رضوان المحمدي ومحمد الحاشدي دورات عن بعد وتعلمت من اليوتيوب وشاركت مع مؤسسة العرب لحقوق الإنسان. شقيقتها كوثر أمين تقول إن هناك نقصاً في الشعور بالمسؤوليات الاجتماعية تجاه الأشخاص الذين يعانون من إعاقات، إلا أن آسيا تمكنت من مواجهتها والتغلب عليها. آسيا طبعاً تحصل أكيد الكثير من العوائق مثلها مثل كل المعاقين اليمنيين، من الناحية المادية، من الناحية النفسية، من الناحية الاهتمام، إنما تحصل ليش اهتمام عشان تكون إنسان طبيعي وشخص فعال داخل المجتمع. وما فيش عندنا مسؤولية مجتمعية للمعاق نفسه. رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان رجاء المصعبي أكدت أن المؤسسة تدافع عن حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتساعدهم على تحقيق الاستقلال المالي. أنا شغلي من بداية المؤسسة، من بداية ما أسسنا المؤسسة الآن بناء قدرات تمكين اقتصادي للنساء المعاقات، فتيات المعاقات، للشباب المعاقين، تمكين سياسي. هذا الشغل كله تمكين اقتصادي عشان يصير عندهم مصدر رزق، يكونوا مستقلين ذاتيا ويحسوا بقيمتهم، ما حدش يمتهنهم. وقد حذرت منظمات حقوقية دولية من الإهمال إزاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن، في حين وصفت الأمم المتحدة الوضع في البلاد بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من السكان إلى المساعدات في وقت تلوح فيه نذر مجاعة وشيكة.